راح نديروا قفف على على حسب اساسيات رمضان، على حساب رمضان يعني الشهر والام الحاجه اللي يتطلبهم شهر رمضان يعني فيها تقريبا المواد الغذائيه تقريبا كلها تقريبا. وفي نفس الشهر في نفس الوقت اللي رانا نوجدوا فيه الشهر العيد ايضا يعني راهي كاينه ناس مع متقطع بها يعني ما عندها اللي يصرف عليها، مع ايتام ارامل معوزه ناس ما عندهاش دخل نهائيا، رانا نحاولوا قدر الامكان نوفر لهم رمضان وشهر العيد والعيد. والله من حيث التمويل يعني تقريبا شبه معدوم تماما، التمويل اللي عندنا لحد الان هو تمويل بعض التجار والمنخرطين والاعضاء من عندهم، رغم انه وجهنا عده مراسلات للهلال الاحمر الجزائري ما جاوبناش يعني، مرد علينا لحد اللحظه.